اتفضل يا استاذ علاء. اخر قضيه او القضيه الوحيده في تاريخ مصر اللي كان فيها قضيه تفويت وكان فيها تحقيقات رسميه وفيها عقوبات رسميه كانت هشام عبد الرسول من 30 سنه وظلم فيها على فكره، كانت مباراه المنيا والمريخ في بورسعيد، وكان وقتها النادي المنيا هبط رسميا للدوري الدرجه الثانيه وراحوا لعبوا المريخ في بورسعيد والمنيا خسر 3-1 وكان متقدم 1-0 وبعد كده خسر في الشوط الثاني 3-1 وساعتها اتكلموا على ان نادي المنيا باع هذه المباراه. كم العقوبات اللي اتعرض ليها اتحاد الكره وقتها، تعامل مع القضيه بمنتهى العنف لدرجه ان واحد بقيمه هشام عبد الرسول تم قرار شطبه وتم رفع دعوه قضائيه وجاب دلائل وبتاع لحد ما تم العفو عنه. لكن وقتها اتحاد الكره كان جد جدا 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 في البحث. انت تقصد كيفيه الحل في دي؟ كيفيه الحل ان انا بسرعه اعمل كده وبعد كده طالما عندي هي صاحبه الحقوق. كابتن اسلام ده في 13 لعيب اتوقفوا من المنيا، 13 لعيب، في بس باستثناء 3 لعيبه راحوا دور ممتاز، فرؤساء انديه الدوري الممتاز ضغطوا على اتحاد الكوره يسمحوا بعدم توقيع عقوبات عليهم عشان يلعبوا في الدوري الممتاز. من واحد في نادي الزمالك؟ مين كان؟ اشرف يوسف. اشرف يوسف اشرف كان عليه عقوبه وقتها كان في مفاوضات مع نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك وقتها تدخل مع اتحاد الكوره وتم رفع العقوبه عن اشرف يوسف. ده تاريخ، دي حقائق طبعا. ده كلام انا عايشها انا. انا بقوله ان دي حقائق وتاريخ، يعني دي الواقعه الوحيده في تاريخ الكوره المصريه او في العصر الحديث للكوره المصريه اللي كان فيها فعلا قضية حقيقية بالصوت والصورة. مزبوط. ودلائل وتحقيقات وعقوبات والكلام ده كله. استاذ عصام.